يلا عبودي اكتب هدول الضمائر كلياتهم مرة تانية. لك يا بابا احمد، لك تعال درس عبودي عني. ايش في عندك ليش؟ انت درسي؟ قال ايش في عندي؟ لك عندي 100 شغلة، تعال درسه بدالي شوي، بدي اقوم انيم ماريا وعندي جلي وعندي 100 قصة وحكي. الله يساعدك ويعينك، كمان عندي شغل هون على التليفون. وهي انقطعت الكهرباء مثل العادة، حسبي الله ونعم الوكيل. انبسطت عبودي افندي؟ انبسطت يا بابا؟ قوموا قوموا خلينا نشعل الشمعات ونشوف ايش قصة هالكهرباء. عمالكم ها؟ عمالكم لحدا يوقع. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي. لك العتمة الدنيا عتمة ظلام. لك شلون بدنا نوصل هلا للمطبخ؟ الشمعات بالمطبخ. والله بالمطبخ الشمعات؟ اي والله. على مهل امسوك امسوك عبودي. لك هاي ايش قصته؟ بس وينك؟ هات ايدك. لك ليش خايف؟ امشي بخوف. لك ليش خايف؟ ليش خايف؟ طلع لك شبح؟ يلا امشوا امشوا. وين الشمعات؟ يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يلا بسرعة. يلا 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 امشوا بسرعة. وين هتطلعوا بتعرفي؟ ايه ايه هنن بالمطبخ، بس انتبهوا ها انتم ماشيين. عبودة معك؟ عبودة ما شاء الله وصل قبلنا على المطبخ. لك ايه بابا خلصنا؟ لقيت القطاحة؟ شغل شغل بسرعة. ايه اخيرا يلا شغلنا شمعات. عم شوفي؟ اعطوني شمعة. شيل هاي مبالية شمعة. لك شيل معك قلم حمراء. ما عم بشقها. يلا بابا على السريع طلع شوف لنا ايش قصة الكهرباء لأكمل له دراسته. يلا لا انت بدك تكمل له دراسته، والله انا جنيت. لكن ليش؟ يلا يلا طلع بسرعة شوف لنا ايش قصة الكهرباء. معك شمعتين؟ يلا يلا امشوا على مهلكم. روح روح انت شوف لنا ايش قصة الكهرباء. يلا برجع لكم. يلا ما تطول. يلا طولوا انت معنا. ايه لك ماما بتخاف. يلا امشي امشي. يا ربي دخيلك حسبي الله ونعمك. ايش صار معك بابا؟ والله في عطل هون عنا. ايش عم بتقول؟ في عطل بالكهرباء؟ في بالكهرباء للاسف. يا ربي والمعنى؟ المعنى نقضيها اليوم على الشمعات. لا عم بحكي عن جد؟ عم بحكي عن جد. بدنا نقضي الليله هيك على الشمعات؟ ليش ايش بك رومانسيه؟ والله الواحد بيطقع له بلا كهرباء. انت مالك حاسه حالك انه نحن يلا هذا عنده امتحانات وقاعدين عم ندرسه هلا بنبسط كيف. ماما خبأت الدراسه. ثواني ثواني نحن رجعنا بالزمن وراح ندرس على الشمعات. الله الله يا عين عليك ابو الحلول. الله الله. طيب خلونا خلونا ندخل لجوا. ادخلوا ادخلوا. كل مين يدخل سمعته معه على المشويش ويحط سمعته على الطاوله. ادخلوا يلا يلا. وين وصلت بالرياضيات؟ لا لا عم يدرس انجليزي. الله عم يدرسه انجليزي. يعني هذا انجليزي اختصاصك؟ بس عن جد يعني انا حاسه انه البيت صار موحش. ما الكل حاسين هيك؟ عبوده انت حاسس هيك البيت صار موحش؟ الله بطل بطل عبودي. عن جد انا احس البيت صار موحش. شوف شلون. ما بعرف يعني ايش عطيه على الحيطان يا امي. ايه ظلنا ظلنا ما بعرف والله حسي البيت صار هيك وحش مخيف مخيف. ايوه وكمان مرعب وزقزر زاد. ماما ماما ايش رايك نعمل سهره على هالقمه؟ الله عليك يا عبودي والله فايق ورايق. سمعت بابا قال بده سهرة على هالعتمة. اي أيوة والله فكرة كتير حلوة. قومي سهرنا شريك مشار عشان نبرق نسهر عليها. نعم بدكم اطلع على المطبخ بهالعتمة واروح اعملكم صينية بوشار. ايش فيها؟ ما واليز انت خايفة؟ لا 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 شو خايفة ما خايفة لا لا مالي خايفة بس. ايه بلا بس بس قومي على المطبخ وعملي لنا احلى صينية بوشار وحطي لها منكهات كمان. الا اذا كنتي خوفانة يا ماما. لك لا ايش هالحكي هلا بدي اخاف لانه الدنيا عتمة يعني عادي. وإذا الدنيا عتمة لا تخزيني هلا قدام أولادك. خلاص خلاص أنا رح أقوم على المطبخ وأعملكم صينية بوشار. يلا بدك أبعث معك عبودة. لا 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 خلاص ما في شي بيخوف. ليش حتى أخاف؟ ما في شي في شي بيخوف. يلا أنا رايحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي دخيلك ليش أحس المطبخ مخيف ومرعب. يا ربي خليني احط هالشمعة هون. شلون بدي اوقف هالشمعة؟ يا ربي دخيلك ايش هالصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاي البوشار. هاي راح اشغل الغاز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي ايش هالصوت؟ والله عم بسمع اصوات غريبة عجيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. في شيء يعني بالمطبخ؟ عجيب عجيب. بسم الله. لك لا اول شيء لازم احط الزيت. لك هلا ما بقى اعرف يعني اعمل البوشار.
بدهم بوشار. وهيو اخيرا صار البوشار بعد ما طالع لي عيني. خليني اسكبه على السريع وادخل لجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اخذ هالقنينه وادخل. بسم الله الرحمن الرحيم. كانه عدى شي خيال. يا ربي دخيلك، شفت شي اسود عدى؟ لا 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 يا ماما بشوره، خليكي متماسكه. عيب يعني انتي تخافي؟ هلا هيك عبوده بخاف بيشوف امه خايفه. لا 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 خلص، بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اشيل هاي بالاول وادخل لجوا بسرعه. شو بدي اشيل شمعتي؟ بسم الله. وهي جبت لكم المنفوش. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، شيل كتبك. خلص بلا كتب بلا بطيخ، يلا شيل كتبك. هاي المنفوش. والله عاكد ايدك يا ماما. وتفضلوا هاي كمان جبت لكم هاي. يه ايه والله نسيت الكاسات. لا قوم انا اجيب الكاسات. لا 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 ليش تقومي انت؟ عبودة افندي بقوم جيب الكاسات. بدي قوم اجيب الكاسات؟ ايه ليش عبودة؟ يعني خوفان؟ لك لا عبودة بطل ابطال شيخ الشباب. يلا اصبح قوم انت جيب الكاسات يا عبودة. يلا يلا يا عبودة روح جيب لنا الكاسات من المطبخ. والله خايف شلون هيك ماما تحملت كل هاد الطقم. يا ربي ليش هيك المطبخ بيرقم؟ لا جيب الكاسات على السريع واطلع. لك وين امي بتحط الكاسات؟ ولي 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 وين امي بتحط الكاسات؟ دستور من خاطركم لا بأذيكم ولا تأذوني، بس بدي اخذ كاسات واطلع من المطبخ. كاسات وينهم؟ ايه ايه ذكرت بالسحابة. طيب الحمد لله. عبودة أفندي إيش طلع لك بالمطبخ؟ والله جبع أسود. بابا إيه؟ عن جد أنا كنت ما بدي أحكي بس هلا رح أحكي. خير إيش في؟ أنا كمان في شي عدى أسود قدامي بالمطبخ. أيوة إيه صدقني أنا كمان مثل ما بقول لك عبودة، مو شي أسود حسيت عدى من قدامك؟ إيه عدى من قدامي. إيه؟ وأنا كمان عدى شي أسود من قدامي. والله بس قلت ما بدي أخوفكم. أيوة. ما قلت شي ما حكيت. إيه ما هذا الشي، هذا خيالك أسود. كون شوفي خيالي أسود. الله بلا مسخرة، عن جد خيالي هذا اللي شفته أنا بالمطبخ. لك خيالك لك الخيال مين؟ طيب إذا كنت أنت أبضا يا بابا، شوف ما جاب الكاسات رجع بدون كاسات. إيه هلا ما نشرب كاس شاي، بلا كاسات بلا. لا ما طيب يعني الدنيا شوف بدنا نبرد قلبنا. إيه؟ بدك تقوم أنت يا بطل الأبطال يا بابا أحمد، أنت تروح تجيب الكاسات. يا هلا أنت صار لك ساعة بالمطبخ تجي مالك معك كاسات ولا معك شيء. خايف ما بدي أطلع. أبي بعدني كنت خايف يا بابا أحمد. أنا أخاف؟ بس انا بينك عم باكل بوشام مالي فاضي. ايه اذا انت مالك خايف يلا انت روح جيب لنا الكاسات. يلا يا بابا اثنين ضد واحد. يلا يلا قوم يلا. انا قدن قدو قدود. يلا يا بابا ورجينا عاد الكاسات. يا ربي يلا في شيء قاطع بتحرك بالمطبخ بس ما يكون كلام صدق مو كذب. ياهي انا خوفان بس انا بحاول قدام هيك مشان ما يخوفوا بس انا خوفان. ياهي عن جد مطلعين الكاسات ومهزومين. كون الكاسات اربعه مزبوط. انا بعرف نحن ثلاثه لمين الكاسه الرابعه؟ الى الهاكي واكي كني. ايه مزبوط. بدي اجيب الكاسات والصينيه بسرعه وادخل لجوا لان انا كثير خوفان. بدي صينيه. هي ناخذ هاي الصينيه. يا ربي تخيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. شو الصوت هذا؟ بالله الرحمن الرحيم. يا ابو بشر واخذ بسرعه. هذا هو. هاكي واكي. طب بشكلك ما طلعت انت، ما شفتك لما جيت لهون انا. لك عن جد شفت شيء اسود. هذا خيالي يعني معقول هذا خيالي؟ لك عيب عليك يا بابا احمد، خليك قوي قبضايه وروح لجوا بسرعه احسن ما ينطر لك شيء شغله. يا ربي. خذوا هاي الكاسات. اي سلم ايديك واخيرا وصلوا الكاسات. ما في شيء بالمطبخ لسه. انتي وابنك عطيتوها مو على خوفانين واشياء اسود وما في شيء. ايه ما بعرف بجوز يكون حكيك مزبوط. يلا على كل حال صبوا لنا هالكازوزا مع هالبوشار وخلونا بقى نتسلى وننبسط. ايش عرفني تعود تفضل روق شوي. اخ يا ربي الله يمضي هالليله على خير. الله الرحمن الرحيم. عن جد عن جد صار البيت موحش. عن جد الكهرباء نعمه كبيره ما حاسين فيها. يعني معقول بابا ارتعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شلون برتعب بابا ما برتعب. سبحان الله عن جد عن جد الكهرباء نعمة كبيرة نحن ما لنا حاسين فيها. والله نعمة الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تفضلوا. يسلموا ايديك يا بابا. تفضل تفضل يا ابني يا بضاي. يسلموا. قال بعدناك تجيب كاسات ما جبت كاسات.
يعني شوي هيك لما اكلنا البوشار نسينا الخوف مو هيك؟ ايه ما في خوف ولا في شيء. ايه مصدقتك والله كثير مبين عليك، والله مبين عليك انت اكثر واحد خوفان فينا، صح عبودي افندي ولا لا؟ صح يا ميمي، مشان هيك حكي حالي ابضاي. شو الابضاي؟ مين جاب الكاسات وجا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من وين اجى الهوكي ووكي؟ كان بالمطبخ جنب الكاسات، جابه لهون. يا بابا احمد عم تحكي عن جد؟ الهوكي ووكي كان بالمطبخ وانا عم بحط الكاسه طلعت شفته انا مبالي عبودي حتى بالمطبخ. ماما في شيء عم يتحرك بالمطبخ. ايه انا كمان سمعت. عجيب بقى بابا عجيب بقى. انا سمعت في شيء عم يتحرك بالمطبخ. اعطي اذنك شوي. هذا صوت عبودي عم باكل منفوش. لك لا لا، في شيء عم يتحرك بالمطبخ. كل شوي عم نسمع في صوت عم يتحرك بالمطبخ. يعني بدنا نروح نطلع؟ انا ما بروح لحالي. بدنا نروح مع بعض. خلينا ما افقد خايف انا. خلينا نشيل سماعاتنا مع بعض. إيه؟ ونطلع على المطبخ. إيه؟ انا متاكده في شيء بالمطبخ. انا متاكد ما في شيء. بسم الله يا رب تمضي هالليله على خير. يا رب لك خير. تفضل ايش هالقصه؟ تفضل. يلا مين اول واحد بده يطلع؟ عبودي. لا ما بدي انا اكون اول واحد. بابا انت تفضلي. لا بالله انا اول وحده بدي اطلع. انت على اساس مالك خايف؟ يلا ماني خايف، ما في شيء بخوف. يا رب هذا كله طلع، هذا خيال. لا تعيطوا لا تعيطوا، ماريا نامت بلا ما نفيقها حرام. مشو مشويش، خلونا ندخل على المشويش على المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شيء. لك ما سمعتوا؟ في صوت بالمطبخ، في شيء تحرك. ما في شيء عادي. لا إله إلا الله على هالليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. دستور من خاطركم، لا من أهديكم ولا بتأذونا. بسم الله تفضل يلا. لا أنت أول. بابا أنت أول. أول واحد أنت بتدخل على المطبخ. ما في شيء. شفت؟ ما في شيء. في شيء اسود عده. عبودك بابا احمد. إيه؟ انا صلي يومين ثلاثه بالليل عم اسمع صوت. إيه؟ لاني انا عم اتاخر لانام. إيه؟ عم بكون قاعده على المونتاج وعم بسمع صوت. إيه؟ بس بيكون في كهرباء ما بخاف. إيه؟ بس اليوم لا اليوم انا اتاكد لي انه في شيء بالمطبخ. في شيء بعرف. قطه. ايه ما بعرف. لا شفتوا شو القطة؟ لا 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 مو شغلة قطة. لا ما انا شبع اسود. وين شبع اسود؟ ما في شبع اسود. لا تعيطوا. هدول كله خيالك. شو بطلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلونا ندور على المضبوط بالمطبخ. شفتك؟ انا بقول في فارة بالمطبخ. في فارة. شفت خيالك. شفت خيالك. فارة. ايه شفت خيالك. فارة. طيب خلونا نسكت شوي. ايه؟ يمكن اذا في فارة رح ترجع تطلع. عدت. شفت؟ صدقني في فارة، انا شفتها بعيني. شفت دنبة. الله شطوله. ما بعرف بس شفتها. عبودي انت ما لمحتها؟ لمحتها ولا لا معي؟ لا ما لمحتها؟ ليش يعني بس انا بشوف انت لا؟ بالقبلة لمحتها. ايوه يا بابا، يعني ايش بدنا نعمل؟ بدنا نعيش مع الفارة؟ لا بنقرها لابرك هذا برك بتشتغل. لك يا بابا بلا مسخرة. لاقي لك حل معاها. انا عندي حل. شو؟ نصب لها فخ. بابا هي شغلتك، بدك تعمل لها فخ للفارة وتصطادها. عندك تحدي اليوم انك تمسك الفارة. ايه وراح تفوز معنا ب 10,000. دخيل الله انت على السيف. خذيها ما بدي فارك لا بضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله. ايش في ابني؟ ايش في؟ عدت. لك اسكت بقى كده تدخل يا النط. عدت وطارت. هذه صارت في فيديو لبابا. شو انا صار لي يومين ثلاثه عم اعاني من هالاصوات. شوفي ماما بس اليوم العتمه هي كشفت. هذا بفيد كثير. يلا هذا بفيدك الك بدك اسكت. اذا كنت كمان يلا انا عندي خطه. يلا بابا على السريع. يلا جهز لها مصيده وخلونا ندخل لجوا ونستناها لتعلق بالمصيده. يلا بسرعه. هذا قوي بمسك فيها. ليه فيها؟ ليه ايه كمان ايه لازم اليوم ننتصر عليها. يا ربي الله. يا ترى عجب فارة بس ما يكون هاي اشباح. حسب خبرتك الطويله بالفيران ايش لك؟ لا خبره ولا بطيخ. عم بقول لك شفتها. شفتيها؟ شفتها عدل. شفت دنبه هاي حطيت وين حطيت؟ هاي وحدة هون. هاي وحدة هون. وهي شو الثانية هون؟ يلا وزا... بسرعة تشيل أسلحة. بشوف خيالات. خيالات شو طلعوا؟ لك ما عم بتشوفي معي؟ أنا ما بشوف. خلونا ما نطالع فيك أبداً. شوف
اليوم يا ربي. ركب 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 ركب. يا الله يا الله. هيك كأنه طالع هوا كتير. يا الدنيا وكأني عاصفة. البرد هاي الشجر حبلوها يا ربي. حتى تكمل معنا اليوم يعني فوقت هالكهرباء عنا والدنيا عتمة وفوقها كمان عاصفة. ليش عتمة على ايه؟ سبت لي شمعتي. ما بعرف يعني البيت صاير مرعب. يا لطيف مرعب. ماما ماما في صوت بالمطبخ. ايه ايه ما بعرف انا كمان حسيت في صوت بالمطبخ. قومي شو مش فيه؟ معقول يكون في فارة على الارض؟ قومي شو؟ يا ربي يا الله يا الله يا ربي تنهينا هالليلة على خير. خلونا نقوم مع بعضنا. يا ربي يا مدري. يلا بابا انت بالمقدمة. بابا أنا. ايه لكن انت بالمقدمة بعدين عبودة بعدين انا. على هسي يا على هسي. ايه حتى ما تهرب. ايوه اذا كان في فارة ما تهرب. بجودان انت حطي صوتك. على هسي على هسي. لك ليش خليت عبودي قدامك؟ لازم انت اول واحد. امشوا 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 على هالسيا. كل واحد يشيل شمعته. بابا بسم الله الرحمن الرحيم. والله شيء رهيب. احلو البيت ابدا بالعتمه. لا تطلع صوت لا تطلع. على هالسيا. يا سمعت صوت باب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب انفتح والسكر. ايه ايه عم نسمع اصوات باب عم انفتح. ما في شيء ما في شيء ما في شيء. ادخل ادخل ادخل. والله ما في شيء ما في شيء. لك ادخل خلينا نطلع. بابا خايف. اعوذ بالله من الشيطان. ما في شيء ما في شيء. لك ما سمعت اللي انا سمعته؟ ايه. لك في صوت؟ ايه. طلع في شيء على الان؟ فاضي ما في شيء. الصحية لسه عم بتطالع اصوات بالمطبخ. طلعني كمان فاضي. ما في شيء. ليش سمعت؟ لك في شيء في شيء صوت. بس في صوتك. عبد خياله؟ حطي صوتك على السياره. طيب ايش الخيال الاسود اللي عم نشوفه؟ يعني يا بابا احمد اذا كانت مو فاره يعني ايش الخيال الاسود اللي عم نشوفه؟ ما في شيء ما في شيء. معقول اشباح؟ لك ايش اشباح؟ بطي ما في شيء. يمكن لي اشباح الهاكي واكي. اشباح الهاكي واكي؟ ايه معقوله اذا اشباح هاكي واكي معقوله. انت من شوي قلت انك شفته بالمطبخ. ايه انا شفته هون كان بالكون جنب الكاسه. ايه مظبوط. ايه انت شفته بالمطبخ. ايه بعدين شفته وانا جوة. شفته جوا ورجعنا. ايه شفناه جوا. ايه وانا علي يمشي يروح يجي بالبيت. لك لا لا ما انا مش قولي قولي ايش بك ايش بك ايش بك ايش بك. بسم الله الرحمن الرحيم. اتجاب له هون. انت جبته؟ انت جبتي؟ لا لا انا جبته. صدقني ما جبت شيء. يا ربي دخيلك. لك سمعانين هالاصوات؟ ايه كانه في صوت عاصفه من برا. عاصفه ايه حتى الشمعات شوفوا شلون عم يا ترى شمعتي يا صوت هون. خلونا نحطهم هون عشان ما ينطفوا. خلينا نحطهم هون. خلونا نحط الشمعات هون. شوفوا شمعتك. خلينا نحط الشمعات هون. اوه هوا ما يمكن طالع. عن جد عاصفه. يمكن يكون الكهرباء متعطله بسبب هالعاصفه. ايه ايه ما في غير هيك. لكن ليش الكهرباء متعطله؟ الشمعات حتى الشمعات طلع رحين ينطفوا. يا رحين ينطفوا الشمعات. انا ما بدي ينطفوا. لك المشكله كمان القداحه فضيت. ما كمان شيء شغله بدها تنطفي. يا بدي ينطفوا. سكوا الشباك ما بجاوا. بس يلا 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 انطفوا. بنينا على شمعة. لا 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 اسمكم. ما تخافوا ما تخافوا انا جنبكم. رح نكمل بقى على العتمة الطلع. يا بابا بس ما تطلع على الفارق لي. ما بتخوف عليك. ندخل لجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بابا احمد يدق عبودي الله يوفقك. خلونا ندخل. المطبخ صاير مخيف ومرعب. يا ربي عبودي ادعي ادعي تجي الكهرباء بسرعه. يا ربي تصلح الكهرباء وتجي الكهرباء بسرعه. اي والله ما لحقنا ننبسط على البوشار وهالفازوزه. بإمكاننا بقى نقوم على المطبخ على ضوء ونور. أيوة ونتأكد ونشوف إيش في ما في بالمطبخ. أيوة والله إجت النعمة. نحن عن جد بهذا الفيديو حبينا هيك يعني ما تخافوا نحن حبينا نعمل هيك جو رعب وخوف بس كان كله تمثيل وكله مزح بمزح. عم نمزح لنفرح وننبسط ونضحك معكم. ولهون إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس.